مثل ما ذكرنا أن كان من المراحل الثلاثة الأولى في المقدمة. صورة لو قدمون أداء جدا مميز ومشرف صراحة. طب العزم نحن دائما تعودنا علينا. وكذلك إن شاء الله نتعود على كل الصبرات إن شاء الله. ما دام أنك عبر السقوف ما زالت الأمور مثل ما هي، وأشوف كل ما يخفون البيس يعني. الحين هذا وراء على طول، هذا بخلف المجموعة. لو بطيء المراحل التي شاهدناها اليوم في كأس الاستبلات الخاصة ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للقدرة لمسافة 100 كيلو، والتي كانت قد انطلقت صباح اليوم بمشاركة. سنكون على موعد مع سباق جميلتي للأفراس، والذي سيمتد لمسافة 119 كيلو متر، على أن يكون الختام والمسك الختام يوم السبت. ما في سبب، ما في حصان في حق نفس هذا الحصان، اول مره يتجرب ويدخل ويخرج من حق قوي، من حق بسيطه، من كاس غالي، كاس كبير. شوف شوف ما شاء الله، الان واضح الطلب. شوف بدايه الانطلاقه بين الحين نفس الوضع، وكل الناس رشحتهم ما زالوا موجودين، لكن اللي تغلب عليهم وفاجئ الجميع هو الحصان. إذن مشاهدينا الكرام، على نهاية هذه المرحلة الرابعة وكأس الاسطبلات الخاصة من مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للقدرة لمسافة 100 كيلو، وهنا الوصول للفارس مصعب محمد بلقيزي على صعوة الحصان سيناتوري العائد لاسطبلات TNT الناموس. ومبروك لاسطبلات TNT وللبطل الحصان سيناتوري ما شاء الله تبارك الله، الذي أنهى كل المراحل متفوقا في المركز الأول وبمعدل سرعة عالي كل المراحل، وأيضا فحص وريكفري تايم كان